الشعب الجزائري ليلة البارحة من خلال تواجدنا في موقع التواصل الاجتماعي وحتى في المسيرات العفوية اللي خرجت كامل عنده شعور واحد، وأنا متأكد باللي الشعب الجزائري كامل ما كاش لقد قبل واحدة ولا ساعتين تاع الليل. نعم. لأنه احنا كجيل ما عصرناش المجازر اللي أحدثها الاستعمار آنذاك قديمة، لكن البارح حسينا بها كما قال الشيخ سعيد. البارح صح الناس كم استذكرت مجازر 8 ماي واستذكرت القرى التي أبادها الاستعمار عن بكرة أبيها قديمة. فالبارح الشعور معناها كان محزن جدا. بالنسبة لقطاع غزة بالمناسبة الحصار هذا عنده أكثر من 20 سنة. أكبر سجن في التاريخ وعرفات البشرية هو حصار قطاع فيه 2 مليون إنسان من سنة 2006 حتى لسنة 2023. الناس اللي قاموا بردة الفعل ولا قاموا بهذه الخطوة لتاع طوفان الأقصى هم الناس اللي زادوا ربما في الحصار. نعم. الشيء الآخر، الناس لازم تدرك وتعرف باللي أن المخطط هذا وضرب غزة بهذا الشكل كان سيوقع سواء هاجم الفلسطينيين ولا ما هاجموش. نعم. كان مخطط مدروس وواضح، واللي تبع الانتخابات الإسرائيلية كان برنامج اليمين متطرف بكل صراحة، سنهجر الغزاويين إلى سيناء وسنهجر أهل الضفة الغربية إلى الأردن. نعم. إذن هو مخطط. نعم. مخطط كان سيقع، معناها سواء كان للأسف بعض الناس خرجوا قالوا علاش غزة كما نقولوا بالعامية هايل في إسرائيل. نعم. أصلا كانت المعلومات المدققة والصحيحة والأكيدة أنهم يقوموا بهذه الخطوة. نعم.